تنوي هام. في البرنامج ده بنتكلم عن قصص وحكايات من الحياة العملية، وبنكشف تحديات وكذبات بعضنا بيكتبها. زي العادة بنسخر من عيوبنا عشان نتغير. احنا ما نقصدكش انت، ايوة انت اللي هتقول ازاي بتقولوا عليا كده. لا انت جميل، انت بتعمل شغل عالي. الكراسي الموسيقية أوحش لعبة لعبناها وإحنا صغيرين، زحمة ودوشة وصوت عالي، وفي الآخر واحد يخرج مهزوم من وسطينا وإحنا مش دريانين لأننا لسه بنتخانق على باقي الكراسي، والكراسي تفضل تتغير. المخدوع فينا بيبقى فاكر إن اللعبة دي ينفع تكمل معانا وإحنا كبار. الكراسي بتتغير. بالمناسبة، هي الكراسي بتغير؟ يا مرحب في شغل عالي. فعلا صدق اللي قال، الكراسي بتغير. الجملة المشهورة اللي بنقولها دايما على سبيل الشماتة والحسرة وخيبة الأمل في صاحبك اللي كان قاعد معاك على القهوة، لكن لما لقى شغل ابتدى يركز بقى ويختفي وبقت ظهوراته خفيفة جدا، يجي يسلم ويمشي لكن لازم نقوله بقى كده ونتحفه بالكلمة الشهيرة، كراسي بتغير. أو تقولها لزميلك اللي كان معاك في الجامعة بس هو دلوقتي اتغير وعمل شغل وعمل مشروع، فبالتالي بقى مش فاضي طول الوقت، وانت طلبت منه خدمة وهو للأسف نسي يخدمك في الموضوع بتاعك، فتقول له كراسي بتغير. أنا النهاردة عايز أسأل زمايلنا وأصحابنا والجمهور العظيم اللي معانا في الاستوديو، كراسي بتغير؟ إيه رأيكم في الجملة دي؟ احكولي. لأ، مين قال لأ؟ اللي قال لأ يقولي لأ ليه، واللي قال آه يقولي آه ليه. ايه ده في مشاركات فظيعه. طيب المايك فين، مع مين؟ اتفضل. يلا بينا. هو بص حضرتك يا دكتور، من ناحيه الكراسي بتغير فبتغير. ازاي؟ يكون مثلا حد معايا في نفس التايتل، تمام، واكلين عيش وملح وكويسين جدا مع بعض وهزار، بس بان على حياته لما ايه بقى في تايتل اعلى مني. اول ما ترقى عمل فيك ايه؟ قول لي. مفيش. احكي. بعد ما كنا اصحاب بنقعد على القهوه عادي والدنيا جميله جدا. لا ما في الشغل. الشغل أيوة. شغل كل حاجه. ايوه مفيش كلام، ولكن هو بقى شايف نفسه كويس يعني قوي، بقى يتعالى. معلش بس اقول لك على حاجه، اسمه استاذ فلان بقى، فاهمه؟ وحشه دي. هيقول لصاحبه انا بقول يا استاذ فلان. استاذ فلان يعني اللي فات ممكن كنت احاول ادافع عنه بس كده لا. طيب شكرا. ايه كمان؟ اتفضلي. بحس كمان انه الواحد بيبان على حقيقته لما بيتحط في منصب معين. ازاي؟ بيبدا بقى يشوف نفسه، يعني ممكن تكلميه كذا مره ما يردش عليكي. تطلبي منه حاجه خدمه، لا مش بسهوله. يماطل فيها. طب هشوف، طب بعدين، مع في حين ان هو في ايده اصلا ان هو يعملها دلوقتي. يعني احنا بنشوف ان الكراسي بتغير لما الشخص اللي بنلجا له في خدمه او مساعده وهو ما بيهتمش، فبنحس انه كده طبعا ايه شاف نفسه علينا. ماشي. ايه كمان؟ انا شايفه يعني هي حسب طبيعه الشخص. يعني لو هو طبيعته كويسه الكرسي او المنصب اللي هو فيه هيخليه خدوم للناس اكتر، لكن لو الطبيعه العكس هيبقى العكس. الله، حلو الفكره اللي هايدي بتقولها، لانه هو ممكن لما ياخد مكان جديد ياخد امكانيات اكبر فيقدر يساعد الناس اكتر. حلو، كل حاجه من زاويه ما بنشوفها. موافقه جدا. حد عنده راي تاني؟ حد عنده خبره تانية شبه كده؟ تعالوا نفكر فيها بشكل تاني. هل في ناس بتتغير لما بتتقلد مناصب معينة؟ أو مثلا يعني زي ما حكيتوا كده، لما يبقى مدير بقى يتصرف بشكل مختلف تماما عن أيام ما كان موظف. أسألكوا سؤال تاني، هو المفروض أصلا أن الناس ما تتغيرش عموما؟ هل إحنا مفترضين أن الناس ما بتتغيرش؟ التغيير سمات الحياة. أيوة. إيه عملتوا لي لأ ليه؟ طب ما كان متغير من 5 دقايق دلوقتي. على حسب التغيير، يعني على حسب التغيير هيبقى حلو ولا مش حلو. ما هو ممكن حد يتغير للأحلى وممكن حد يتغير للأوحش. في وجهة نظر مين؟ حد هنا يجاوبني. في وجهة نظر مين أحلى أو أوحش؟ المجتمع والناس، بلدي وحبايبي والمجتمع والناس.
الغريبة بقى إن إحنا فعلاً فعلاً بنطلب من الناس إنهم ما يتغيروش، بعيداً عن الكلام اللذيذ اللي اتقال إنه تغيير سمة الحياة، وإنه الشخص اللي مش بيتغير أصلاً حط عنوان كده معناها إنه شخص مش بيتطور. أكيد أكيد الشخص اللي مش بيتطور مش هيبقى بيتقلد المناصب الأعلى، أو يعني في أغلب الأوقات مش دايماً. لكن معرفش إزاي فاتنا وإحنا بنطلب منه إنه ما يتغيرش إننا ندرك إن الناس وأنا واللي قدامي والأشخاص اللي بتعامل معاهم كلهم لازم نتغير. في حقيقة كده لازم نفكر فيها. لما بنغير الكراسي، فاكرين لعبة الكراسي الموسيقية بتاعت زمان؟ وإحنا جوه اللعبة وبنكسب بيبقى إحساسنا إيه؟ مبسوطين، ده إحنا كنا أشرار وإحنا صغيرين، صح؟ وبعدين لما بنطلع أول خلاص ما دوري جه إن أنا طلعت، بنبقى حاسين إيه؟ إن إحنا زعلانين. وإحنا مبسوطين وإحنا جوه لعبة الكراسي الموسيقية كانت الدنيا عاملة إزاي؟ بنجري بسرعة ومشغولين ومش فاضيين وحتى ما خدناش بالنا من اللي خرج ده، صح؟ ولما خرجنا، أنا شخصياً حصلت معايا وأنا صغيرة، قلت مش هلعب اللعبة دي تاني، دي اللعبة دي مؤذية جداً. إحساس الشخص اللي بيطلع بره ده ويتساب ومحدش يقول له برافو أنت عملت شغل حلو، إحساس وحش جداً جداً. فاللي عايزة أقوله إنه اختلاف أماكننا بالضرورة لازم تختلف نظرتي للأشياء. فطبيعي جداً إن أنا ممكن لو فكرت بالطريقة دي، إن أنا لو قاعد، لو أنا شايفة هنا من على المسرح غير لو أنا قاعدة هنا مكان حضراتكم، صح؟ أنتوا شايفين صورة كبيرة ورايا، صح؟ أنا مش شايفة حاجة غير زمايلي والفريق اللي بيشتغل معانا. فكل واحد فينا باختلاف موقعه بتختلف نظرته للأشياء. تخيلوا كده المدرس زمان وإحنا صغيرين، كان إيه أكتر مدرس بنحبه؟ مفهومي المدرس الكويس هو المدرس اللذيذ اللي بيهزر معانا، وغالبا كان مدرس الالعاب واللي كان طول الوقت بيضحك، مش كده؟ لما كبرنا شويه بقى المدرس اللي بحبه هو اللي بيفهمني كويس، صح؟ كنت مزنوق في المذاكره. ولما كبرت اكتر اتقابلت في الجامعه مع مدرس مش بس بيشرح، ده بيعلمني ادور على المعلومه وافهمها بطريقتي، فبقى ده اللي بالنسبه لي ده المدرس الجامد جدا. أنا كمان الكرسي بتاعي اتغير، مش كده؟ ونظرتي أصلاً للكويس والوحش اتغيرت. أول ما ببدأ حياتي العملية بيكون مفهومي عن المدير الكويس مثلاً إنه الشخص اللي مش بيديني تكليفات كتير ولا بيحاسبني ولا بيختلف معايا، فأنا أقول لأصحابي إيه ده، أنا مديري زي العسل، سكر، أقعد للساعة 12 الظهر ما روحتش الشغل ولا يسأل عليا، إيه اللذاذة دي؟ ده مدير لذيذ، صح؟ لما بقدم شويه في الكرسي بتاعي بكتشف ان انا من عماله سنين عمري تضيع، محدش بيعلمني حاجه، محدش بيكلفني بحاجه وبعدين يرجع يحاسبني عليها. لما يتغير بقى مكاني في الكرسي وابقى انا المدير، بفتكر فكر بقى بطريقه تانية. عارفين المدير بفكر ازاي؟ فكر في الكرسي اللي قدامه، الشخص اللي حاجز الكرسي في المؤسسه ده لازم يكون جاي منه عائد، وده مش استغلال ولا حاجه، يعني الكرسي بتاع الموظف لازم يدينا عائد مادي أو معنوي أو قيمة، يضيف قيمة. عارفين القيمة المضافة دي؟ إحنا كبني أدمين بنضيف قيمة. الخلاصة إنه الكراسي لازم تغيرك، لأن التغير هو النضج والمدارك الجديدة الأوسع والمهارات والحلول اللي كل يوم لازم أكون بطور نفسي بيها. تتغير بالمعنى الإيجابي زي ما مريز قالت كده، لازم الأماكن تغيرنا، لأن أنا لو فضلت بنفس عقلي بتاع الخمس سنين اللي فاتوا بقى أنا ما عملتش حاجة في مكاني الجديد. لكن إنه الكراسي بقى تبقى سبب إنك تتعالى أو تتنكر لكرسيك القديم، أو ترجع تقول لصاحبك قول لي يا أستاذ فكرك كده إن كل الكراسي موسيقية، وغالباً أنت كمان في اللفة الجاية ممكن ما تكونش موجود على كرسي بتاعك، مش كده؟ خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عادي. في عز الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها واحتياجاتنا كأفراد أو كمجموعات، بيظهر دايماً الحاجة لشركات العقارات بأشكالها الكتير، من أول السمسار اللي قاعد تحت الشمسية في الشارع، مروراً بمكتب العقارات اللي بيعرف طلبك وبيجيب لك شقة تشوفها، أو المطور العقاري الراجل اللي بيساعد الشركات إنها تطور من نفسها. والكل في النهاية عايز يكسب ويطور ويحسن من نفسه ودخله علشان يواجه الظروف دي. بلد صغيرة اسمها فوجيري في مدينة أوجسبورج الألمانية،
إيجارات البيوت هناك مش هقولك إنها في حتة عالية وفي حتة قليلة، الإيجارات هناك ما زادتش من سنة 1512. تخيل كده تبقى عايش في بيت طويل عريض، تصميم قديم وسقف عالي وجنينة وخضرة ومكان تلعب فيه الأولاد وحاجة آخر رفاهية، مقابل تقريباً 17 جنيه مصري. وده مش إيجار قديم زي عندنا، دي ناس عايشة من بدء الخليقة على نفس الإيجار ومش بيزيد ولا المدة بتخلص. الفكرة إن المكان ده له حيثية خاصة جداً، لأنه أقدم مجمع سكني اجتماعي في التاريخ، وعاش بقى قصص الحروب والانشقاقات وتقسيم ألمانيا ورجوع ألمانيا لحد ما بقى مجمع تاريخي، وبالتالي الكهرباء والمية وسبل الحياة الرئيسية الحكومة بتوفرها، ده طبعاً علشان مش سواد عيونهم، ده لأن المكان مزار زي ما قلنا. فخدها قاعدة، طول ما رجال العقارات والتطوير مش موجودين والظروف في الوضع العادي يعني، الأسعار هتفضل زي ما هي بدون تغيير، وده دايما مش حاجة كويسة. شغل عالي شغل عالي. دايما في قصص وحكايات لطيفة كده وغريبة، بس ما تتخيلش قوي إنها ممكن تحصل معنا كلنا يعني. بعد دقايق هناخدكم في حوار مع واحد من كبارات شغلانة التطوير العقاري في مصر. أفكار الإنسان هي ما تصنع مستقبله، قصة نجاح ملهمة ونموذج حي للشغف والطموح. المهندس ورجل الأعمال رامي فارس، اللي قدر يتغلب على تحديات كتيرة وصنع من صعوبات حقيقية طريق للنجاح. بدأ من طفولته كصبي في ورشة، وواصل مسيرته العملية رغم صغر سنه في مجالات كتيرة، لحد ما وصل وقدر إنه يحول فكرة محدش كان مصدق فيها لمجموعة شركات كبيرة بيتكلم عن نجاحها كل الناس. تركيبة غريبة ومؤثرة في الشباب، نجاحه بيسيب بصمة حقيقية في كل المكان، والأروع قصته الشخصية وعرفانه الحقيقي لكل محطة في المشوار. المهندس رامي فارس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رافكو للإنشاء والتعمير. في العادة ما ببتديش الحوارات أبداً في البرنامج بمقدمات، النهاردة تسمح لي لازم أحكي مقدمة دقيقتين بس. ممكن؟ شرف لي، تفضلي. أنا عايز أحكي للناس أنه لقائي مع مهندس رامي فارس ده مش اللقاء الأول، ده اللقاء الثاني تلفزيونياً يعني، لكن فضلنا على تواصل شخصي لفترة وانقطعت الأخبار ثم عدنا مرة تانية. بس في المرة الأولى أنا عايزة حضراتكم تشوفوا معايا جملتين من حوار كان مع مهندس رامي فارس من 5 سنين. مهندس رامي فارس اللي هو نفس الشخص بس مع فارق 5 سنين وحاجات كتير قوي اتغيرت. رامي، ادينا كده في البداية فكرة ليا ولدينا وللسادة المشاهدين، يعني ايه ابن شقتك؟ قصدك منها ايه؟ الفكرة جات لك ازاي؟ التكلفة ايه؟ انا هستأذنك قبل ما ادي يعني نبذة صغيرة كده عن المبادرة، انا حابب اقول الفكرة جات منين عشان دي حاجة مهمة جدا، وحابب الشباب يعني يركزوا في الجزئية دي جدا. اكيد انت كنت عايز تتجوز يعني. لا خالص، لا انا متجوز الحمد لله بقالي 7 سنين. لا خالص. الفكرة جات من نقاش داير بيني وبين اصدقائي، خلاف كده سياسي وقاعدين بنتكلم مع بعض على قهوة عادي جدا، بس في النهاية كان في اتفقنا على جملة واحدة او مقولة كلنا عارفينها ومؤمنين بيها، لو كل واحد فينا عمل اللي عليه البلد هتبقى احسن. من 5 سنين كان ده اللقاء مع مهندس رامي فارس، والنهارده احنا متشرفين اننا بنلتقي بمهندس رامي فارس برضو، صاحب رامي فارس جروب اللي بتضم مجموعه من الشركات هنتكلم عنها النهارده. بس انا مشغوله في الاول اقول لك، كنت فين ال5 سنين دول؟ كنت بعمل علي زي ما اتفقنا. الكلمتين اللي اتقالوا من 5 سنين، لو كل واحد فينا عمل اللي عليه البلد هتبقى احسن. كنت بحاول اعمل عليه في ال5 سنين دول. عملت اللي عليك وزياده الحمد لله. اللي خليني بقى اقول للناس النهارده رامي فارس وصل لايه، مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه رافكو للانشاء والتعمير، مؤسس ورئيس مجلس اداره RF كونكريت، مؤسس ورئيس مجلس اداره رامي فارس المقاولات، مؤسس ورئيس مجلس اداره SD Solutions، مؤسس ورئيس مجلس اداره سيلفر ايجل، مؤسس ورئيس مجلس اداره رافكو توريزم. مش كده بس كده عملت دول في 5 سنين الحمد لله. على مدار 5 سنين
ايه اللي قدمته او ايه مشوار او رحله النجاح بتاعه الخمس سنين اللي وصلتنا النهارده لاننا نكون عندنا مجموعه اقتصاديه؟ اشتغلت بس اشتغلت، كملت حلم من الخمس سنين. انا كنت بحلم، كنت بحاول ان انا اعمل حاجه. يعني من خمس سنين كان تقريبا بقالي سنه في البيزنس ده بس. يمكن قلنا من خمس سنين في البرنامج اني انا دي اول سنه ليا. ده حقيقي. فكنت بحاول، ستيل كنت بحاول. كان عندنا 10 مشروعات، ال10 مشروعات كانوا تقريبا حوالي 100 وحده سكنيه. وكنا بنحاول. النهارده بقوا كام؟ عايز اسمع. النهارده بقوا ما يزيد عن 2100 وحده سكنيه واداريه وتجاريه. فاحنا في خمس سنين كنا بنحاول ان احنا ننجح، وستيل لحد دلوقتي بنحاول ان احنا ننجح. قد ما قصتك ملهمه قد ما هي سريعه جدا لدرجه تخلينا لازم نسال عن التفاصيل. سوق التطوير العقاري ده سوق كبير جدا، وبالمناسبة في ناس كتير ناجحين. احنا النهاردة كنا مهتمين نشوفك انت شخصيا كنموذج، لانك الاقرب بكتير لشباب يفرق معهم البدايات. تسمح لي نرجع للبدايات قوي 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 قوي؟ يلا بينا. قبل الخمس سنين دي كمان. اوكي. انت كمان دايما وبتفتخر وبتقول انا بديت بداية بسيطة، وعندك شوية اسرار كده محدش يعرفها، بس الشباب لما بيسمعوها بينبهروا. الناس في العادي لما بتتحسن قوي ماديا او بتتطور، وده سنة الحياة، تبقى خلاص بتقفل الصفحة القديمة. الصفحات القديمة اللي انت فخور بيها جدا في حياتك هيجي منين الفخر لو احنا قفلنا الصفحة القديمة؟ ما عرفش بقى هم بيعملوا كده. ما ينفعش. بالعكس، هو الواحد بيبقى فخور بنجاحه، بيبقى فخور بالخطوة الزيادة اللي قدر ياخدها. فالنهاردة الحمد لله رب العالمين، حجم استثماراتنا تقريبا حوالي 6 مليار. فاحنا لازم نكون فخورين بده. عشان نبقى فخورين بده ونحس بيه، فلازم افتكر البدايات. لازم افتكر النوم على الرصيف اللي هي بجد، مش اكسبريشن بس كده وخلاص، اللي هي بجد. نمت على الرصيف؟ طبعا. بجد؟ بجد. يعني اللي عارفني كويس عارف ان انا فتره من عمري كنت بشتغل في كشك سجاير، وكنت بنام فيه على الرصيف لمده سنتين، مش يوم او اتنين او صدفه او في سفريه نمت على الرصيف. لا، ده سنتين كنت بشتغل، لاني انا من اسره يعني بسيطه، يعني بسيطه جدا. ومن منطقه شعبيه جدا، انا من عين شمس، وخرجت منها بالمناسبه لما اتجوزت. يعني انا حياتي كلها مش فكره انه كنت لفتره معينه وبعد كده اتحركت والامور مثلا اتغيرت في عيلتي. لا، انت اللي غيرت الامور. الحمد لله، مش كده؟ دي حاجه حلوه قوي. ان انا اللي غيرت الامور، يعني ده شيء لازم الواحد يحس ويفرح بيه ويفتخر بيه، ده طبيعي. فانا لازم ارجع للبدايات عشان افتخر بوضع النهارده. انا لازم ارجع للبدايات، لازم افتكر ايام ما كنت بلعب في الشارع، وايام ما كنت بلعب في الحاره، ايام ما كنت بشتغل، ايام ما كنت بحاول. لازم افتكر ايام ما كنت بشتغل في فرن تعيش. لازم اسال السؤال اللي في بال الناس، عمرك كام سنه النهارده بعد التحقق ده كله؟ النهارده 37 سنه. 37. والحمد لله ما شاء الله، يعني مش عشان احسدك ولا حاجه، بس حققت مشوار. يعني الحمد لله. ابتدى من امتى؟ الحمد لله. هو دي نقطه مهمه جدا. ابتدى من امتى؟ ابتدى من بدري قوي قوي. مش المشوار نفسه، ولكن الشغل. فكره اني ابقى موجود على الارض بشتغل، بكافح، بتعب. اشتغلت من وانا لسه في اولى او تانية ابتدائي بشتغل مع بابا. اللي هو بخرج من المدرسه بتاعتي على المحل بتاعه، اقعد بس في المحل، يعني اقعد معاه مش اكتر من كده، لو هيطلع يشوف شغل او حاجه. وانا والدي كان بيشتغل في الديكورات. كويس. فبقعد بس في المحل مش اكتر، ما بعملش حاجه غير اني بقعد اخد بالي لحد ما بابا يرجع. بس دي في حد ذاتها مسؤوليه. يمكن وقتها كنت شايف ان انا متضايق جدا، انا عايز اعيش سني طفلت. انا طفل صغير، الاطفال بتروح من المدرسه تنام، تاكل، ترتاح، انا بطلع على الشغل، ما بعملش حاجه، بس فين طفولتي انا؟ فكنت وقتها متضايق طبعا. ده ما فهمتوش غير لما كبرت، لما بابا كان بيحطني في ده. هو كان دي مسؤوليه، هو بيحاول يعودني على المسؤوليه. بدري قوي. بس نتيجه جزء من طبعا من انت النهارده. طبعا. وبعدها من البدايه لحد بعد كده مع الوقت، من ان انا بقعد بس كده مش بعمل حاجه، لاني بقيت لا، انت مش هتقعد كده، انت لازم تنزل مع الصنايعيه. اشتغل بقى فصبي. تنزل كصبي مع الصنايعيه، وكنت باخد 3 جنيه يوميا وقتها. ده عشان انا ابن صاحب الشغلانه. يعني ده كده كنت بتدلع. بتدلع يعني. فصبي مع الصنايعيه، ومع الوقت
بقيت مساعد عشان بقيت بتعلم، ومع الوقت بقيت صنايعي، ومع الوقت بقيت بنافس بابا شوية واخد شغل وخطف منه شغل شوية، ومع الوقت بدأت أخرج من المهنة وأقول لأ أنا عايز أخرج من المهنة وعايز أشتغل حاجة تانية. فبدأت إن أنا أشتغل، اشتغلت فرن تعيش بجد، اشتغلت في سنترال أيام ما كان فيه سنترالات، اشتغلت في كشك سجاير لمدة سنتين فترة كبيرة جدا، وكان شغلي الشيفت بتاعي بالليل، كنت بالليل بشتغل وأنام على الرصيف، دي نومتي، ده مكاني، أنا ما عنديش مكان تاني أقعد فيه، والصبح أطلع أروح المدرسة. التوقيت بتاع كشك السجاير ده أنا كنت في ثانوي وقتها، كنت أروح المدرسة الصبح وأرجع على الكشك تاني. عارفة أنا ليه مبسوطة ومنبهرة؟ يعني قصص الكفاح العميق ده، وأنا عايز أسمح لي أسميه كفاح عميق، كنا بنقرأ عنها في فترات قبل كده، في جيل كده في النص غابت عنه الحكاية دي. أنت من الجيل ده، أنت من الجيل اللي شوية بدأت مظاهر الرفاهية، الأهل بدأوا ياخدوا دور أكبر، يعني كنت ما كنتش شبه زمايلك طول الوقت؟ ما شفتهاش الرفاهية، ما شفتهاش، ما شفتهاش وأنا الرفاهية وأنا صغير، ومش ندمان على ده، بالعكس. بالعكس أنا دلوقتي بشكر بابا أو ماما أنه فعلا في التوقيت ده أنا ما كنتش فاهم، كنت متضايق لأن أصحابي بينزلوا يلعبوا، بيروحوا يخرجوا مع بعض، بيعملوا أي أكتيفتي بيعملوا أي شيء، أنا محروم منه، أنا بس بشتغل. ينفع نقول أن الظروف حطتك في وضع وانت استثمرته ما نقمتش عليه في التوقيت ده؟ ينفع نحط العنوان؟ ما أقدرش أقول في التوقيت ده أن كان عندي رؤية حتى عشان أبقى شايف أن ده استثمار أو ما أقدرش، كنت أبسط من كده بكتير. بس التوقيت ده خلاني أتعامل مع فئات كتيرة جدا من المجتمع، واكتسب خبرات كتيرة جدا جدا، حتى وانا في الكشك، هو كشك سجاير، بس كشك السجاير ده بيعدي عليا فيه سواق تاكسي اتعامل معاه، وبيعدي عليا فيه حد راكب عربية مرسيدس بتعامل معاه، فانا كنت بعرف اتعامل مع ده وبتعامل مع ده، دي خبرة اكتسبتها فادتني النهاردة. طبعا. اشتغلت في محل لعب اطفال في النادي الاهلي في تقريبا 2009 تقريبا، والنهاردة انت راعي رسمي للنادي الاهلي. النهارده راعي عقاري وراعي رسمي للنادي الاهلي من 2019. كبيره قوي دي، يعني كنت ببيع في محل اطفال حقيقي، الى راعي لهذا النادي اللي حقيقي. انت بتعشق النادي الاهلي طبعا، اهلاوي فظيع طبعا، يعني متابع على السوشيال ميديا يعني، وكل الناس اللي بتتابعك اهلاويه وزملكاويه مبسوطين بده، مش زعلانين منك لي. يعني ده شرف لي، لان هو الموضوع بسيط جدا، انا بشجع نادي وانت بتشجع نادي، انا بحترم نادي وبحبه وانت بتحترم نادي وبتحبه، فما فيش مشكله في ده. مش عايزه اسيب الحته البدايات خالص، مش عارفه ليه، لكن نفسي اسالك كمان، رغم كل الإنجازات اللي حصلت في وقت قصير، ودي هنرجع لها تاني عشان ما يبقاش هو ده العنوان اللي احنا عايزين نقوله، مش لازم كلنا ننجز بسرعة، صح؟ توافقني على الفكرة دي؟ جدا، مش لازم، دي نقطة مهمة ولازم نتكلم فيها. في شباب كتيرة جدا بتبعت لي أسئلة، احنا كمان بنتعب بس ما بنلاقيش نتيجة. هو هنا لازم يفهم انه فكرة التعب مش مربوطة بوقت، مش مربوطة بوقت خالص، أهم شيء انك ما تيأسش. ايه الفرق بين شخص الفرص بيتعب وما بيوصلش وشخص تاني بيتعب ويوصل؟ الوقت عامل أصبر. الزمن بس ولا في حاجه في شخصيته؟ اصبر، اعمل اللي عليك واصبر. خلينا نتفق طبعا على شيء الاول، يعني ايه نجاح؟ هو النجاح ان انا يبقى معايا عربيه شكلها عامل ازاي، او بيت عامل ازاي، او معايا فلوس، هو ده النجاح؟ لا، مش ده النجاح. تعريفك ايه للنجاح؟ النجاح ان ابقى ساتسفايد، الرضا، ابقى راضي، ابقى وصلت لشيء انا راضي عنه. النجاح ان ابقى مبسوط. ينفع نقول ان النجاح في كل مرحله مختلف؟ التارجت ان اكون مرتاح. لو انا النهارده موظف وبقبض كمثال 5000 جنيه وانا عندي جزء من الرضا، انا الحمد لله عايش بيهم كويس، اوكي، ومبسوط وراضي، والله انت ناجح. انت ناجح، ما انت ممكن يكون معاك مليون جنيه بس مش مبسوط ومش راضي. بالظبط. هل ده نجاح ان انا معايا فلوس؟ لا بالتاكيد لا. النجاح، انا عشان كده عايز اشاور على نجاح تاني في حياتك كنت متخيلة لحد ما قابلتها النهاردة. يعني قصة الحب والكفاح والرضا برضو والشغل مع بعض مع مدام دنيا مراتك العزيزة، قصة الحب الفظيعة دي برضو ارتبطت بدري، رغم ان الحكاية تبدو انه لا الراجل ده بظروفه دي مش هيتجوز خالص دلوقتي، ده ايه اللي شجعك؟ ايه اللي تتجوز بدري؟ انا كمان كنت شايف انه لسه بدري جدا، وانا عندي 24 سنه
في التوقيت ده كنت بشتغل في شركة تأمين. يعني كنت سبت الصنعة والمهن اللي أنا كنت بمتهنها ديت، اللي هي كانت كلها حاجات يعني بسيطة جدا، شاب صغير فبيشتغل في أي مكان يلاقيه علشان بس يجيب دخل للبيت مش أكتر من كده. لحد ما مع الوقت شوية ومع الخبرات اللي اكتسبتها شوية بدأت قدمت في مكان شركة تأمين أمريكية. أوكي. وهو الشركة أنا ما كنتش أعرف المعلومة دي ما فيهاش بيزك سالري، بتدي كوميشن بس. بس مش حاجة اسمها بيزك سالري. فالمهم أنا قعدت في الانترفيو فسألني سؤال، أنا ليه قبلك؟ وده أول انترفيو في حياتي أعمله. أنا ليه قبلك؟ فقلت له أنا محتاج أشتغل وكل اللي أنا أقدر أقوله لك إن أنا بوعدك إنك مش هتندم إنك شغلتني. فقال لي ده مش كفاية. قلت له طب انا محتاج اشتغل، هل ده كفايه؟ انا هعمل كل شيء انت هتطلبه مني. فهو شاف ان في شغف. ده شخصيتك، هو شاف ان في شغف. يعني اقدر اقول دي بدايه رامي فارس اللي انا شايفاه قدامي النهارده. انا اتكلمت شخصيتي الحقيقيه. قلت له انا محتاج لشغل. فقال لي اوكي، يعني انا عايز اعمل حاجه وعايز اشتغل، فمش فارق معايا الامج، مش فارق معايا اي شيء، انا فارق معايا ان انا اشتغل، انا عايز انجح. انا عايز انجح. وبدات تراكم الخبرات ده لو الناس تعرف قيمته ده مرعب. انت مش بس خدت خبرة الشغل، هو ده ده هو المكان اللي احنا فيه النهار، دي النتيجة. عايزة قبل ما اسيب المحطة دي، عشان انا عارفة انها محطة حلوة قوي في حياتك، في المحطة دي كمان قابلت حب العمر بقى جوه الشركة، صح؟ اول شركة جوه الشركة، جوه الشركة مش كده؟ كنتوا زملاء؟ اول انترفيو اعمله انا بقى ليها بقى. يعني انا بعمل انترفيو، ما كنتش مدير وقتها، كان مدير مش موجود، فانا كان المفروض ان انا اللي اعمل الانترفيو ده. فشفتها وحصل ايه بقى؟ عملت الانترفيو. ووقتها هم كانوا يعني بيقولوا لي وطالبين مني في الشركه ان انا اطلع اترقى وابقى تيم ليدر، وانا كنت رافض لانه سيلز بياخد عمولات اكتر من التيم ليدر. فلا انا هفضل شغال سيلز وانا في المرحله دي فارق لي جدا 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 أرقب. بس دخلت على مدير الوكاله وقلت له انا قررت ان انا موافق هطلع تيم ليدر بس بشورت. وانا كنت شاطر جدا جدا في التوقيت ده بجد، كنت شاطر جدا. وعندي صور لحد دلوقتي، كنت توب اتشيفر كاونت وبريميوم في فتره قصيره جدا في الوكاله كلها بالكامل بالمجهود اللي انت بتحكيه. طبيعي في 6 شهور انا كنت توب اتشيفر في 6 شهور كاونت وبريميوم. فقلت له هطلع بس بشورت. ايه هو؟ ان اول ايجنت يكون عندي تكون دنيا. دنيا هو ما يعرفهاش. قال لي مين دنيا؟ قلت له موظفه جايه جديده. وانا كمان عجبني فيها ايه؟ انها مهندسه. انت جاي تشتغلي هنا ليه؟ جاي تشتغل في الاجازه. مهندسه، واللي اعرفه كمان انه مدام دنيا او دنيا وقتها كانت مرفهه ومن عيله ميسوره، وده مش طبيعه انه نشتغل في وقت الجامعه، يعني مش محتاجين نشتغل وبالذات سيلز يعني، صح؟ جدا. وهو ده السبب تحديدا اللي خلاني اقول هي دي اللي انا عايز ابني معاها حياتي. دنيا سبب رئيسي بعد ربنا لكل شيء احنا فيه. هي مساله عضو مجلس اداره طبعاً في رافكو، مش طبعا كده؟ طبعا عضو مجلس اداره في رافكو وفي كل الشركات. هي وزيره السعاده بتاعتنا في الشركه، يعني دنيا صاحبه لقب وزيره السعاده، مش انا اللي قايل اللقب ده، الموظفين كلهم في الشركه. دنيا اول واحده بتبقى جنب اي حد في الشركه. قبلي انا ممكن ما اعرفش، يعني ممكن حاجات كتيره جدا انا ما اعرفهاش. النهارده عدد الموظفين اللي معاكم في الشركه قد ايه؟ النهارده احنا معديين ال 250 موظف. في السنوات الطويله دي عمرك حسيت انك مش قادر تكمل؟ تعبت؟ خلينا نتفق على حاجة، الشباب عندهم ممكن نقول مفهوم خاطئ، انا تعبت، انا مش هوصل، انا مش هقدر. ستوب. وبالذات لان في ظروف ضغطة، يعني هما معذورين برضو، بس انا بحس انه في نماذج بتقول غير كده. احنا بدأنا البيزنس بتاعنا نهاية 2015 بداية 2016 فستيل هي في نفس الظروف. مش بقول ان انا اشطر من حد، بس بقول للشباب انه انت محتاج تصدق نفسك وتنسى كلمه ياس. النجاح هيجي، هيجي يجي وانت عندك 20 سنه تسوكي، يجي وانت عندك 30 تسوكي، يجي وانت عندك 40 وانت عندك 50، مش مهم. مش مهم امتى توصل لاهدافك، مش مهم امتى، اشتغل كمل. اشتغل وما تيأسش، وده اهم شيء. هو ده طريق الوصول، ما تيأسش. ورضا، انت ابتديت وقلت لنا خليك فرحان في كل محطة. الحمد لله على نعمة الرضا لسبب. انا من فترة قريبة كنت بتكلم انا ودنيا وقاعدين في مكانه بنتكلم، فانا سألتها سؤال، فقلت لها هو ايه اللي حصل؟
انا متفاهم جدا فكره ان ناس كتير مش قادره تصدق او تستوعب النجاح ده وشايفين انه لا اكيد في حاجه. انا متفاهم لان انا شخصيا كل ناجح في لحظة. ناس حواليه بتستكترها عليه يعني مش دي البوينت ولكن انا شخصيا انا متفاهم لانه انا شخصيا وقفت في لحظه من اللحظات سالتها قلت لها دنيا وايه اللي حصل فهي فهمت السؤال فقالت لي ربنا قالت لي احنا بنتعب وانت ما بتنامش واحنا مصدقين ان احنا نقدر نعمل حاجه وطول الوقت بنحط هدف ورا هدف ورا هدف وبنفضل نجري وراه وربنا فسكت ايوه صح هو النجاح ده ما ينفعش يكون وراه غير هي قدره من عند ربنا توفيق من عند ربنا وانا طول الوقت بقول ربنا صارف لك قبول وصارف لك النجاح حقيقي عشان كده انا دينا بشكل شخصي بنبهر باللي بينجح في المنطقتين في العمليه والاسريه ومعظم الناس يقول لك ان لازم في واحده بتيجي على حساب التانية انا اوريدي عندي مشكله انه فعليا الحياه العمليه جايه على الحياه الاسريه وده طبيعي جدا واي بزنس مان هيبقى بيعيش ده طبيعي جدا لانه احنا يومنا شغل يومك عامل ازاي بتصحى الساعه كام الصبح انا بصحى الساعه 8 الصبح مش قبل كده وبنام متاخر انا بنام متاخر جدا ودي مشكله وده مش صح ما بنصحش حد ده بس هي دي مشكله عندي انا بصحى الساعه 8 الصبح وببدا مش عايز اقول بكون من اوائل الناس الموجوده بس بكون موجود بدري جدا في الشركه يمكن قبل كتير من الموظفين طول اليوم شغل لحد ممكن الساعه 10 11 بالليل شغل ده في الشركه ينفع نقول انه بيميزك جدا انك عندك افكار مختلفه عن السوق طول الوقت وطول الوقت ده كان مصدر اما انه يلهم ناس كتير وشجع ناس من اول ابني شقتك او يحرك ناس ان يقولوا لا هيفشل ده حصل انه افكارك كانت مختلفه طول الوقت انه بحاول افكاري تكون مختلفه طول الوقت انا بحاول ان اعمل ده هل انا ناجح في ده او لا مش انا اللي اقدر لا متهيالي جدا متهيالي انما فعلا انا بحاول طول الوقت اني افكر حد هيقول لك في كل يوم مليون فكره حلوه بتيجي في دماغي مش بنعرف ننفذها ليه طيب انا خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا مش عايز امشي عكس الناس والله ولا حاجه بس ده واقع ناس كتيره بتقول ابدأ من حيث انتهى الآخرون أنا بشوف إن ده مش صح أنا ممكن أكون مش صح بس أنا بشوف إن ده مش صح أنا ليه أبدأ من حيث انتهى الآخرون أنا ليه ما يكونش ليه بدايتي أنا فين عقلي أنا هما بيفكروا أحسن مني لا ممكن أكون بفكر أحسن منهم هو القصد إنك توفر على نفسك وقت يعني أوكي مش ممكن ألاقي طريق أسهل وأسرع واعتقد ان ده حصل في ابن شقتك ده اللي حصل لو انت سالتي اي بزنس مان او اي شاب في المرحله دي اي شاب وقلت له انا بكره الصبح هشتغل في العقارات اشتغلت في العقارات قبل كده لا بس هشتغل فيها بكره الصبح طب معاكي فلوس لا طب عندك مكان لا انت كنت بتقابل عملاء في بنزينة؟ في بنزينة ده حقيقي ده حقيقي انك تقولي ده لحد ما حدش هيستوعبه طب هتشتغل ازاي في العقارات انا بكره الصبح انا بما اني مهندس فانا ده شغلي انا فاهمه فانا عارف انه اليونت اللي بتتباع كمثال بنص مليون جنيه تكلفتها الحقيقيه كمثال 300,000 جنيه انا هبدا من هنا بان انا اقدم سعر تنافسي بعقلي بس أو مش دي القصة. على احتياج هو الناس دايما هتدور يا اما على شخص معروف موثوق فيه عشان تديله فلوس يا اما على كيان معروف موثوق فيه الاثنين ما كانوش موجودين عندك الاثنين ما كانوش موجودين انا كرامي ده ما يوقفنيش دي واحده من المميزات اللي انا ممكن اقول دي واحده من المميزات انا اعترف بيها ان انا ما بشوفش الصعوبات اللي الناس بتشوفها انا بشوفها تحديات وفكره انا دخلت على دنيا قلت لها دنيا انا جات لي فكره فقلت لها انا هعمل حاجه اوفر بيها على الناس تكلفه السكن فقالت لي ازاي قالت لي طب ما توفر علينا وتجيب لنا احنا شقه قلت لها مش احنا يا دنيا احنا ما عندناش فلوس دلوقتي استني استني انا هعمل حاجه بيها هوفر على الناس تقريبا 40% من تكلفه الشقه
فقالت لي حلو، فبدأت أشرح لها فبدأت تركز معايا وتقول لي جميل، طب مفيش مكتب، مفيش فلوس، مفيش حاجة، قلت لها في تليفون ممكن نعمل فيديو ونجسم النبض، احنا مش هنخسر حاجة. بيقولوا كده انه لو معاك تليفون وانترنت وفكرة جيدة تقدر تعمل نجاح، ده رامي فارس. انا عملت ده الحمد لله. ده قوت عالمي يعني. انا عملت ده. فوقتها لو احنا بنتكلم محدش هيقتنع ابدا، محدش هيقتنع بده. يعني ايه انت مين؟ طيب انت طالع تقول للناس هات 300,000 جنيه عشان اديلك شقة هي اصلا بنص مليون جنيه، طب انت مين عشان اديك 300,000 جنيه؟ ويصدقك ازاي؟ طلعت حلول. الفكرة لما تتقال كده ما تتصدقش، مش واقعية. طب ما يلا تشتغل نطلع حلول، مش هاخد منك فلوس. وانا هتعمل ايه؟ انا هجمع المجموعة بتاعتك كلها، مش هاخد منكم فلوس. هجيب الارض اكتبها باسمكم وابدا اشغل لكم شقة. ده انت كل التحديات حولتها لحلول. ده حقيقي. فعلا يعني ده اللي حصل. دي ابن شقتك، بس انا مصدق ان اقدر اعمل كده. ما تسالنيش ليه، ما تسالنيش ازاي، هي دي شخصيتي. انا مصدق ان اقدر اعمل كده، انا مصدق ان ممكن اي شيء يحصل لو انا صدقته من جوايا وسعيت لي بكامل طاقتي هيحصل. انا مبسوطه جدا ان انا قابلتك من 5 سنين، مبسوطه قوي 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 النهارده وانا بسمعك. يعني حاسه انه امنت جدا بالفكره، امنت بالنجاح، امنت بالمناسبه بانه ده الدور الحقيقي للاعلام، انه يحط النماذج اللي تشبه مهندس رامي فارس قدام النور، عشان في مليون رامي فارس جايين متهيألي ممكن يتشجعوا بسببك. واحسن بكتير، وفي افضل بكتير بكتير من رامي لو دورنا شويه ودينا الناس الفرصه. بيحتاجوا يسمعوا منك يعني. لو دورنا شويه ودينا الناس الفرصه احنا هنلاقي كوادر ممكن تكون افضل من رامي بكتير. الشباب بس محتاجين الفرصه. قبل ما اقول لك قد ايه انا شايفه التطور الكبير اللي حاصل، عايزه اقول لك ان انا رصدت كمان بيئه عمل مختلف، انه قصه نجاح حقيقيه على المستوى العملي، قصه كفاح على المستوى شريكه الحياه، ودي حاجه لازم ناس كتير تسمعها. بيئه العمل هنا مختلفه، وبحس كده بشوف فعاليات مدلعين الموظفين بيشتغلوا معاك، ولا انت مسميهمش موظفين اصلا؟ طيب انا بحاول اتعامل معاهم اني انا اللي محتاجهم، وده حقيقي انا اللي محتاجهم. طب. ده واقع. فبحاول انا ابذل مجهود ان اخليهم مبسوطين ومرتاحين. لما ده يحصل اصبحت متاكد ان هم هيبذلوا كل طاقتهم. انا ليه اضغط على الموظف؟ زي ما انا محتاجه هو محتاجني، وزي ما هو محتاجني فانا محتاجه. فالمنطق بيقول اتقرب له انا الاول. هكسبه اكتر. مهندس رامي كان عندك كمان رؤيه انك تاثر المشوار على ناس كتير بعدك. انا شويه تعبت وما لقيتش حد بسهوله يامن بفكرتي، حبيت ان انا اساعد الناس. علشان كده اسست شركه اي فينجرز، هو بس هدفها انها تقدم الدعم المادي والمعنوي للشباب. علشان نخلي افكارهم تتحقق على ارض الواقع. ده احنا بصدد الاعلان عن الشركه ان شاء الله، وهنبدا نشتغل على الارض مع الشباب. طيب احنا عايزين منك وعد ان اي فينجرز او لما يتم اطلاقها يبقوا ينورونا في البرنامج. ده شرف لينا طبعا، لان انا متخيله ان احنا هنشوف افكار حلوه كتير. يعني شبابنا عندهم افكار حلوه كتير. انا جدا انت مستعد وصفة. انك تدعم ماديا الافكار اللي تقتنع بيها 100%؟ اعتقد ده كفايه جدا. 100%. شكرا. انا مش عايزه اخلص الكلام، انا مبسوطه بالحوار بشكل فظيع. اخيرا عايزه اقول لك اولا شكرا انه اول حوار عملته بعد 5 سنين اخترت انه يبقى معايا. انا مبسوطه بده ومتشرفه بده قوي. ده شرف ليا حقيقي. وعاوزه او متخيله كده انه بعد 5 سنين تاني لازم نتقابل في حوار تاني. بس لازم اسالك هتكون فين بعد 5 سنين؟ هكون بشتغل. انا طول الوقت بشتغل. انا طول الوقت بدور على النجاح. مش فارق معاك بدور على النجاح في حاجه. عملت ايه؟ مش فارق معاك حاجة مادية عايز توصل لها؟ فارق معايا ان اكون بشتغل ومبسوط وبنجح. وزي ما اتفقنا النجاح في الرضا. النجاح انك تكون راضي مبسوط. ده تارجتي. يا رب دايما. وانا متأكدة انه زي ما انا طول الوقت مبتسمة كده انا بسمعك، حاسة انه ناس كتير هتبقى متشجعة جدا ومبتسمة. اخر سؤال بنسأله دايما في الحوار بتاعنا، بنلعب لعبة التداعي الحر. هنقول لك كلمة وتقول لنا وقعها عليك اول ما تسمع الكلمة في كلمة واحدة بس. ممكن؟ Okay.
ايه تعريفك للنجاح؟ كلمة واحدة. الرضا. الشراكة. الشراكة؟ دنيا. الله، مش ما جاتش في بالك فلوس ولا حاجة تانية؟ دنيا طبعا. الحب. دنيا. دنيا. العيلة. العيلة دي حاجة كبيرة جدا. العيلة ده لا، ما اقدرش اقول حاجة واحدة. العيلة ده البيت، دنيا سفيان. العيلة ده فريق العمل بتاعي كله بالكامل، من اصغر موظف لاكبر موظف. العيلة ده اسرتي واهلي وعيلتي. العيلة دي حاجات كتيرة قوي. طيب اخيرا الشغل. ده حياتي. الشغل ده حياتي. ناس كتيرة بتسألني، هو انت مش ندمان على سنين كتيرة ضاعت منك، انت ما عشتش فيها طفولتك، ما عشتش فيها شبابك؟ بقول لهم بس مبسوط ان انا شغال. كنت مبسوط. انا الشغل بالنسبة لي انبساط. هو بالنسبة لي سعادة. حلو. هو بالنسبة لي سعادة. انا بشكرك لانك واحد من الناس اللي حقيقي بتعمل شغل عالي، ومبسوطة انك كنت معنا النهاردة. استمتعنا وخدنا افكار وحكايات جميلة، وشكرا. انا جدا بشكرك. Thank you. مرسي. وصلنا للكلام اللي بجد بقى. التطوير العقاري مهنة فيها مئات من التخصصات جواها، فلما نقول عن قطاع فاحنا بنتكلم عن قطاع بكل مشاكله وتفاصيله، وطبعا في كذبات وتحديات. خلينا نبتدي بالحاجات اللي مش حقيقيه. الكذبة الاولى لما هيقول لك شوف المشروع، شوف الجرافيك، وشوف الماكيت. من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس مع المطور العقاري انهم بيشوفوا اعلانات الموقع بتاعهم أو المشروع حاجة في الجرافيك، لكن الواقع بيبقى حاجة تانية، تالتة، رابعة، مش عارفين. النصب العقاري، وإحنا أسفين إننا بنقول الكلمة الوحشة دي، بس تعالوا أفكركم، كم مرة وكم شكوى سمعناها من ناس عن إنها تعاقدت مع شركة، عملت إعلانات وطرحت مشروع ولمت فلوس كتيرة جداً من الناس، وفي الآخر ولا حاجة. مش ولا حاجة، لكن هيقول لك لا لسه ما خلصناش، ما ابتديناش. القضاء قدامه قضايا بالمئات من النوع ده. الكذبة التالتة، الخدمات. هيقول لك طبعا ان المشروع ده متكامل الخدمات. خلي بالك انه اكتر حاجة بتهم الناس اصلا في اي مشروع هي الخدمات بمختلف اشكالها. لكن الخدمات لو مجرد وعد، دي مش بس مشكلة للشركة اللي بتروج لده، لكن كمان حتى لو اتنفذت بعد مدة طويلة بيبقى الناس محبطة جداً من المشروع كله. الكذبة الرابعة، التسقيع. دي الدولة نفسها بتواجهها لما ناس أو شركات تاخد حتة أرض وتقول إني هنفذ مشروع هنا، تعدي سنة واثنين وثلاثة مفيش حاجة حصلت. الناس مستنيين الأسعار تغلى عشان يبنوا ويعيشوا، والدولة أكيد مش دي رؤيتها. التسليم. اي حد هو بيتعاقد مع شركه هتقول له ميعاد للتسليم، وهتقول له تاريخ لذيذ قوي، يعني ممكن يقول لك 23/1/2023. قال يعني بقى، قال يعني بقى احنا دقيقين قوي، والتاريخ ده حضرتك تعالى لي بقى 24/25/26. خمس سنين دي الحد الادنى لانه الناس تقدر تشوف حاجه في ايديها، ودي حاجه مزعجه واعتقد لازم تتغير. التخطيط. سوء التخطيط لأي مشروع في الدنيا، مش بس مشروع عقاري، بيحول المشروع لكارثة، لكن المشروع العقاري بيتحول لعشوائيات. أعتقد أننا شفنا من زمان مشاريع كتير كانت مفروض يعني متوقعين ليها أنها تبقى أفضل، لكن انتهت بيها لحاجة وحشة جداً بسبب سوء التخطيط. الموقع. أحياناً لما بنشوف إعلان من شركة تطوير عقاري يقول لك المشروع ده موقعه فظيع، موقعه حلو جداً، خمس دقايق من كل حاجة في الدنيا. معرفش ازاي ممكن يبقى خمس دقايق من مصر الجديده، وخمس دقايق من المهندسين، وخمس دقايق من العاصمه الاداريه. انت لازم لما تسمع الكلمه دي تروح موقع المشروع. التمويل. احيانا بسبب حجم الدعايه احنا كده بنتخيل انه اللي بيعمل الدعايه الجامده دي اكيد حد جامد جدا وما عندوش مشاكل في الفلوس، ده هيعمل المشروع كده. في الحقيقه انه لا، التمويل بيبقى عائق قدام الشركات، وبالتالي هو مستني يلم فلوس المشروع من الناس، ودي واحدة من الحاجات اللي احنا بنتخدع فيها. التسويق الوهمي. مفيش حد فينا ما طلعش قدامه اعلان عقارات بيروج لمشروع ويقول لك انه المشروع ده اعظم مشروع، اكبر برج، اعظم مدينة، وفي الاخر هو بيجيب رجلك. انت بتشتري او بتستثمر في مكان
بدون مقدم او يقول لك ان القسط على مده كبيره، وفي الغالب كل الدعايه العظيمه دي متعوضه في حاجات تانية وتفاصيل بتكتشفها وانت بتمضي العقد او بعد كده كمان. الكذبه العشر، والكذبه دي مزعجه جدا ولازم ننتبه لها جدا. استخدام صور مسؤولين رسميين في الترويج لمشروعات عقارية غريبة جدا. اوعى تصدق لو شفت انه حد حاطط صورة لمسؤول كبير على اعلان فيسبوك، دي خدعة، اكيد خدعة. بيخدعك فيها عشان تفتكر ان المشروع ده كبير ومهم وتثق فيه وبالتالي تشتري فيه. مشروعات الدولة معروفة جدا والدولة هي اللي بتعلن عنها والدولة هي المسؤولة عنها، مستحيل حد تاني يروج ليها. لكن كمان زي ما كل مجال وقطاع في شوية تفاصيل مزعجة وكذبات، لكن كمان مليان تحديات، خلونا نشوفها بعد دقيقة. شغل عالي شغل عالي. رجعنا بقى لتحديات القطاع العقاري في مصر أو شركات التطوير العقاري. زي ما اتفقنا أنه في شوية مشاكل ما بتعجبناش وبتضايقنا، لكن كمان هم بيواجهوا تحديات كبيرة وحقيقية، وكل ما حجم المشروع بيزيد وبيكبر كل ما حجم التحديات طبيعي بيكبر. التحدي الأول هو الوضع الاقتصادي العالمي. من أكبر تحديات أي مطور عقاري هو الوضع الاقتصادي، مش بس في البلد لكن في العالم كله، لأنه ده واحد من القطاعات زيه زي السياحة كده، من أول القطاعات اللي بتتأثر بالوضع الاقتصادي، من أول أسعار مواد البناء لحد الشراء والإقبال بتاع الناس لحد حب الناس ورغبتهم في الاستثمار. التحدي التاني هو الخدمات. أي مطور عقاري مش هيقدر يشتغل أو يبتدي في مشروع غير لما يكون الخدمات، البنية الأساسية اتجهزت، المية والكهرباء والغاز، ولو أي حاجة من دول اتأخرت فمشروعه هو كمان معرض للتأخير. طبعاً ده معناه ارتباط المشروع بظروف تانية خارجة عن إرادته. التحدي الثالث هو الثقة، بناء الثقة. ثقة الناس في المطور العقاري هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليهم يشتروا ويستثمروا. وطبعاً بناء الثقة تحدي لو السوق بالذات في ناس مدعين كتير. التحدي الرابع الوعود. أي حد بيوعد بحاجة صغيرة بيبقى قلقان إنه يقدر ينفذها. تخيل بقى أنه بيدي وعود بأرقام وأحلام، الوعد معناه فلوس كتير جداً عشان ينفذ الوعد ده، وده غالباً أهم تحدي لو هو شخصياً عنده مشاكل داخلية ومشاكل في التنفيذ. التحدي الخامس هو الدعاية. رغم أنه الجزء بتاع الدعاية ده ليه ناسه ومتخصصينه، ومش لازم يكون نفس الشركة هي اللي بتعمل الدعاية، إلا أنه فريق الدعاية اللي بيشتغل على ترويج المنتج العقاري ممكن يساعد أو يهدم المشروع كله، مش بس لو ما بيروجش عنه كويس، لكن تخيلوا كمان إن الدعاية ممكن تضر. لو علينا سقف التوقعات، لو قلنا للناس إن الدنيا وردية وجميلة والحقيقة مش كده. التحدي السادس الفئة المستهدفة، إنه المطور العقاري يعرف يستهدف الفئة اللي بيخاطبها من المشروع بتاعه يعتبر تحدي وإنجاز بصراحة. مين فينا ما جالوش المكالمة بتاعت اشتري فيلا ب 15 مليون جنيه في الساحل مثلا؟ الرسالة دي قد ما هي بتقولك انه الاستهداف في حاجة وفي مشكلة كبيرة جدا، قد ما بتقولك انه ده تحدي عنده. هم محتاجين يعرفوا يوصلوا لمين اللي يعرف يشتري الفيلا اللي ب 15 مليون في الساحل، ومين اللي هيشتري بقية المنتجات. التحدي السابع التطوير. كلمة مطور عقاري مرتبطة بالتطوير، يعني هي كلمة وهي جزء من وصف الشغلانة دي، يعني مطلوب منه يكون عنده حاجة بيطورها، وإن عنده حاجة جديدة في شكل بناء المدينة أو الشوارع أو الحفاظ على البيئة ودرجات الحرارة وحاجات كتيرة قوي، هي تحديات في مهنة التطوير العقاري. التحدي الثامن الأوراق بقى والتراخيص. زمان كان عندنا مشكلة كبيرة قوي عشان مطور عقاري ياخد ترخيص، وبالمناسبة كويس إنها مشكلة لأنها لو مفتوحة ومتاحة بتبقى مشكلة أكبر، لكن أحياناً طول المدة بتعطل المشروع وبتعطل قيمة الاستثمار، لكن الترخيص في حد ذاته تحدي كبير. التحدي التاسع المجازفة. إنك تشتغل كمطور عقاري هي فرصة طبعاً،
لأنها فيها مكاسب كويسة جدا وأحيانا بيسموها مكاسب مضمونة، لكن هي محتاجة إنك تقدم فلوس عشان تجني فلوس. تحدي صعب جدا إنه يبقى فيه حجم استثمارات كبير كده في مشروعات بعينها. التحدي العاشر واللي ما بنتمناهوش لا للمطورين العقاريين ولا لبلدنا، حاجة كده اسمها الركود العقاري. الركود بيعتبر تاني أكبر تحدي بيواجه المطور العقاري بعد إنه لا قدر الله المشروع نفسه يبقى فيه مشاكل في تنفيذه، لأنه لو هو عمل كل اللي عليه واشتغل كويس جداً لكن حصلت حالة عامة في السوق من الركود بسبب أي ظرف، تبقى الحكاية هنا محتاجة ناس عندهم القدرة وحسابات ونفس طويل. ناخد نفسنا احنا كمان، خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عادي. دكتور باسم كليلة رئيس شركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المؤتمرات والمعارض العقارية، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مؤسس شركة في بي اس لإدارة المطاعم وشركة مصر التجارية عام 2011، العضو المنتدب لشركة جلوبال فود الإماراتية في مصر. يا مرحب يا دكتور. يا اهلا بيك. وده لقاء مرتقب بقاله كتير. شرف ليا. لانه انا شخصيا متابعه مجهوداتك الحلوه اللي هي بشكل شخصي بنحس انها نموذج حلو قوي للنجاح. ربنا يخليك. لكن كمان بتنعكس على مصر كلها بالاقتصاد، فمنورنا. الله يخليك، نورك. هندخل في الموضوع على طول. احنا النهارده واحنا بنتكلم عن السوق العقاري بكل تفاصيله وبكل الكواليس اللي فيه، بتفضل الخطوه الاخيره وهي الترويج او التسويق العقاري. بحسب ظننا احنا متخيلين انه العقار يسوق بس لينا احنا اللي طول النهار بنستقبل التليفونات. ايه الدور المختلف اللي بتعملوه من خلال الترويج في خارج مصر كمان؟ بص، في الحقيقه احنا لما بدانا في 2017 ده كان نتيجه عوامل كتيره جدا، اهمها ان مصر بتشهد تنميه عمرانيه كبيره جدا في الفتره اللي فاتت في اخر 7 أو 8 سنين. في النهارده اكتر من 22 مدينه جديده بتطلع. مصر بتتميز ان عندها منتج عقاري متميز جدا جدا جدا، تقريبا طرق سداده على 8 سنين و10 سنين وساعات بتوصل ل 15 سنه. اعلى عائد على الاستثمار في المنطقه هو في مصر، يعني يمكن ما بنشوفش العائد ده في اي حته ثانيه في العالم على الاستثمار العقاري. ده حقيقه. ده حقيقه. فكان لازم يبقى في دور جديد ان احنا نفتح اسواق بره مصر بتساعد على تصدير العقار، وده المصطلح اللي بتتبناه القياده السياسيه. فبدانا المشروع بتاعنا في 2017 ولحد دلوقتي محققين حوالي 7 دورات متتاليه، اغلبها طبعا في دول الخليج. ممكن اعرف الاقبال عامل ازاي؟ يعني اولا عندي اسئله كتير خالص عن الاقبال، مين الجنسيات بتقبل، وهسالك كمان عن تفاصيل سهولة حتى إنه الشخص يقدر يجيب الفلوس دي في مصر. ده يعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي. طبعا طبعا. أولا الإقبال إحنا ما كناش متخيلين الإقبال يكون بالحجم ده. أكتر الجنسيات اللي بتقبل على الشراء في مصر هي الجنسيات العربية تحديدا. ويمكن ده نتيجة قربهم من مصر وزياراتهم المتتالية وقرب الشعوب العربية دايما لبعضها يعني. والشخص غالبا بيجي مصر كذا مرة في السنة فيحب يكون عنده بالزبط. بيت. بالظبط. فوجئنا كمان ان المشروعات القوميه الجديده زي العاصمه الاداريه والعالمين والمدن الجديده متسوقه خارج مصر بشكل كويس جدا، والناس عارفاها ومتابعاها، وده بيحقق نجاح كبير جدا لشركات التطوير العقاري لما بتظهر في الاسواق الخارجيه. يمكن مين اللي يقوم بالدور التسويقي ده؟ هل انتوا كمعرض بتسوق كمان للمشروعات اللي بتبقى معاك، ولا التسويق ده يعني مهمه الشركات تعملها لنفسها؟ بص حضرتك، احنا من ساعه ما ابتدينا من 5 و6 سنين كان لينا رؤيه واضحه ان احنا زي ما بنسوق للمعرض احنا بنسوق كمان للدوله. الفكره كلها ان هي قائمه على ان احنا بنسوق مصر انها محطه استثماريه او وجهه استثماريه مهمه في المنطقه، فدايما بنحاول ان احنا نوصل ان احنا بنسوق الدوله على بعضها، مش فكره مشروع لوحده او مدينه لوحدها، لا هي الدوله نفسها. انت قريت سؤالي لان انا نفسي اسالك عن ده. التحديات اللي تخص مصر هتخص بالتاكيد اي حاجه يعني اي استثمار خارجي بيجي لنا. طبعا. وده شكل من اشكال الاستثمار. صح. فايه الاسئله الشائعه اللي بتتسال في المعارض زي دي تحديدا من الاشخاص اللي ما بيزوروش مصر كتير؟ والله هو في طبعا تحديات كتيره جدا. ولكن يعني هو بيبقى قلقان من ايه؟
كان قلقان دايما، كنا دايما بنسمع سؤال وبصراحه ما كانش عندنا له اجابه لحد من شهر. العقار ده انا لما هشتريه هسجله ازاي وفي مده قد ايه؟ ويمكن كان في مبادره من وزاره العدل للتسجيل، تسجيل العقار، وده امر بقى مهم جدا واصبح سهل جدا ان اي حد يقدر يسجله. انا عايزك كمان تشرحه لنا فكره انه العقار يبقى مسجل مش بس عشان ادفع ضرائب عنه يعني. بالظبط لكن ليها ميزه اكيد ليا. هو اولا بيضمن حق المشتري في ملكيته للعقار اللي هو بيشتريه، سواء بيشتريه للاستثمار او للسكن، فبيضمن حق ملكيته. في نفس الوقت في دول كتير بتمنح قروض على العقارات دي، فهو بيبقى دايما سؤاله في النقطه دي تحديدا، هو عايز يضمن ملكيته للعقار قبل اي حاجه، كان ليجلايزيشن. ليجلايزيشن بالظبط. وده يمكن الحمد لله اتحقق دلوقتي. عندنا شويه حاجات تانيه كتيره شغالين عليها، ويمكن كان في مبادره رئاسيه في شان تصدير العقار بتوجيه رئاسي لوزاره الهجره ان هم اللي يتابعوا الملف ده، واحنا حتى قدمنا كمان مقترح بانشاء مجلس قومي لتصدير العقار، لان احنا بنبص للموضوع بشكل مختلف شويه. النهارده العالم كله بيبني وبيبني مدن جديده وبيبني عقارات، مفيش اي مشكله، ولكن ايه هي النهارده نوع الخدمات اللي انت بتقدمها كدوله علشان تساعد في ده؟ طيب احنا عندنا هنا الدوله في مصر في اخر 6 سنين في مشروعات بنيه تحتيه ومشروعات نقل ضخمه جدا، حاجات كتيره جدا، وكل دي بتخدم في الاخر على الاستثمار سواء كان عقاري او ايا كان نوعه. فمحتاجين ان احنا نسوق كل ده مع بعض في حلقه واحده. فدايما كنا بنتكلم ان احنا محتاجين نعمل المجلس القومي لتصدير العقار يشكل من وزاره الاسكان، وزاره الهجره، البنك المركزي، المطورين العقاريين، المسوقين نفسهم، ويا سلام لو وزاره الاستثمار كمان. وزاره الاستثمار طبعا، يعني يا سلام لو قلنا ان احنا عايزين نشجع الناس تيجي تشتري عقار في مصر بالزبط. وتعمل بيزنس في مصر بالزبط. في نفس الوقت خلي بالك برضو لما نيجي نبص على منطقه الشرق الاوسط هنلاقي ان مصر هي الوحيده تقريبا اللي عندها كل الديستنيشنز دي. انت عندك البحر المتوسط، الساحل الشمالي، عندك البحر الاحمر، العاصمه وشرق القاهره عامه او بغرب القاهره، العين السخنه، المنصوره الجديده، دمياط الجديده، عندنا تشكيله متنوعه جدا من منتجات عقاريه مختلفه مش موجوده في اي حته في العالم، فلازم نستغلها، وخصوصا احنا في دول كتير بتنافسنا. قبل ما اسالك سؤالي الثاني، مين بينافسنا؟ مين يشبهنا يعني فيبقى عنده نفس الميزه التنافسيه؟ وبرضه صلح لي لو كانت معلومتي غلط، انه مثلا الدول اللي بنسمع انها بتعمل كده انها بتشجع انه تعالى اشتري عقار عشان جنسيه طبعا، او تعالى اشتري عقار فتصنف كتقيم في بالظبط. لا في دول كتير جدا، يعني هنلاقي طبعا الامارات، هنلاقي بتسوقها طبعا اللي هو متمثل في دبي، هنلاقي تركيا، هنلاقي اليونان، هنلاقي قبرص، هنلاقي اسبانيا، هنلاقي البرتغال. طب دي منافسه صعبه. دي منافسه صعبه جدا. ومع الاسف احنا يمكن لسه في الصفوف الاخيره. على الرغم من كل المعطيات اللي عندنا، بس احنا لسه في الصفوف الاخيره. نتمنى الفتره الجايه كل الحلول اللي احنا بنحاول نوصل لها تتحقق. لان من السهل جدا ان احنا نبقى دوله من الدول في المصف الاول من تصدير العقار. في ناس كانت بتقلق اصلا من اول ما الفكره دي طرحت ويقول لك صدوا العقار نبيع مصر ولا ايه؟ سمعت الجمله دي اكيد. في الاخر احنا مش بنتملك اراضي، احنا الفكره كلها ان احنا بنبيع عقارات متمثله سواء في وحدات سكنيه او اداريه او تجاريه. فهو الموضوع كله ملوش علاقه ببيع البلد، بالعكس. انت بتعمل مصدر دخل، الدخل ده هيحقق لك نمو في حاجات تانيه كتير جدا. وضخم جدا. بيساعد على السياحه، بيساعد على حاجات تانيه كتير جدا، بيشغل صناعات كتيره جدا حواليه. فده بقى مهم النهارده جدا، ودول كتيره جدا شغاله عليه، بتمنح بناء عليه الاقامه، بتمنح عليه جنسيه زي ما حضرتك قلتي. فلا احنا محتاجين ان احنا نشتغل على ده بشكل مكثف. في حاجة تانية أعتقد أنه مصطلح برضو بيتقال هوم باك هوم، أنه ناس المهاجرين من زمان طبعا في رؤية كده أنه تشجعهم تعالوا اشتروا بيوت تاني في مصر وتعالوا يبقى ليكوا عقار في مصر. الموضوع ده بدأ يتحرك، الناس بدأ يتحرك جدا وخصوصا في آخر 2016 بعد تحرير سعر الصرف. النهارده فرق العمله بقى عامل مهم جدا لصالح اللي بره مصر. لصالح اللي بره مصر. النهارده هو كان لو نفترض مثلا ان مرتبه 10,000 دولار، ففي وقت من الاوقات ده كان تقريبا 80,000 جنيه، بقى 200,000 جنيه. فيقدر ان هو يحوش منه او يقدر يحط فيه فلوس في عقار، استثمار او سكن او ايا كان. فبالعكس ده عامل جذب مهم جدا وبيتحقق دلوقتي على ارض الواقع، ويمكن احنا بقينا بنشوفه في تحويلات المصريين في الخارج. ناقصنا ايه؟ يعني في الترويج انت قلت جمله مرعبه وتخض، بس اكيد حقيقيه، يعني ان احنا في الصفوف الاخيره في وسط الناس سبقتنا جدا في ده. ايه اللي ينقصنا فممكن يساعد في انه لما حضرتك تبقى بتروج او بتعمل معارض وفعاليات للترويج يبقى عندك الحاجه اللي تسندك؟ صح. بينقصنا ايه؟ بينقصنا شويه حاجات. النهارده مثلا خلينا نحلل الاول نشوف مين اللي بيشتري وبيشتري ليه.
اللي بيشتري ده لو هو مثلا اجنبي فهل هو مثلا معتمد ان هو هيقضي سنين المعاش بتاعته في مصر بناء على ان هو عايش في جو حلو وجو كويس وصحي والكلام ده كله، فيبقى محتاج خدمات جنب ده زي مثلا مستشفيات. ده محتاج يروح البحر الاحمر بس. بالظبط بالظبط. ده ينبسط قوي هناك. بالظبط. فبنحتاج نشوف مثلا مستشفيات، مراكز تاهيل. طيب في ناس بتبقى بتشتري العقار ده علشان ابنائها جايين يدرسوا في مصر، فمحتاج ان احنا نشوف جامعات ومدارس وده موجود. محتاجين نشوف اماكن ترفيه، محتاجين نشوف اسواق. طب ده موجود. ده موجود فعلا. محتاج ينمو بشكل اكبر من كده، لان برضو في الاول وفي الاخر هي منافسه زي ما احنا قلنا. في نفس الوقت محتاجين نشوف موضوع الاقامه مقابل شراء العقار ده هيتنفذ ازاي، وايه الجهه الولايه اللي هتمنح الاقامات دي وايه شروطها علشان كل الكلام ده يتحقق على ارض الواقع. يعني شويه اجراءات قانونيه. صح. للتوثيق. صح. للمساعده او الخدمات المساعده. صح. انا كده فاهمه صح؟ بالظبط بالظبط. في قاعده بيانات تضم السوق العقاري في مصر؟ يعني ينفع ادخل على سيستم كده، يعني بما اننا دايما بنتكلم عن مستقبل كل حاجه، فادخل على سيستم واشوف بقى الكلام العظيم اللي حضرتك بتقوله ده. ايا كان حجم المستثمر قبل ما يجي اي بلد بيبقى عايز يشوف شويه بيانات عن السوق اللي هو دخله. حجم مبيعات السوق ده عامله ازاي؟ العائد على الاستثمار بتاعه هيرجع في قد ايه؟ النهارده لما اشتري الوحده السكنيه او التجاريه او الاداريه دي لما هاجرها هتتاجر بكام؟ فاحسب العائد على الاستثمار بتاعي. فطبعا في بيانات كتيره جدا بتنقصنا كل ده. واحنا برضو شغالين على ده الى حد ما، لان برضو زي ما قلت لحضرتك في الاخر احنا بنسوق للدوله، فبنشتغل على ديجيتال بلاتفورم ان هو يكون في ريسيرش اند ديفلوبمنت، ان احنا نحاول نوصل لتحاليل وبيانات معينه نعلنها بره مصر تبقى دايما متشافه ودايما ابديتد، لان ده هيساعد على حركه شراء العقار والاستثمار العقاري في مصر. انا متخيل يعني لو انا مثلا في امريكا وعايز اكتب في الغردقه هشتري، هيطلع لي مطورين كتير. ايوه. مين اللي هينصحني ويديني النصيحه ويقول لي على حسب هي يعني ده هي دي اللي احنا بنحب بندور عليها، لان طبعا مطورين كتيره جدا موجودين في السوق، طبعا اغلبهم عندهم كريديبيليتي عاليه جدا، ولكن في برضو شركات ما عندهاش الثقل انها تقدر تشتغل بالشكل الصحيح يعني. فدايما بيبقى مهم جدا اصدار البيانات دي، مهمه جدا، والاعلان عنها والتصنيف. والتصنيف التصنيف ده اهم حاجه. ليه؟ لان ده اللي بيطمن المستثمر في الاخر لو بيشتري فين. وانا عايزه اسالك نصيحتك الامينه، الناس وهي بتشتري من مطور عقاري ايه الحاجات اللي المفروض تسال عليها عشان لا تخدع في دعايه وهميه او في وعود ما بتتحققش؟ في الحقيقه احنا الصراحه الدوله المصريه عندها اليات كويسه جدا بتحمي المستثمرين. اولا في القرارات الوزاريه للمشروع ده مهم جدا، رخصه البنى للمشروع ده مهم جدا، عقد ملكيته للارض ده مهم جدا. الحاجات دي كلها موجوده وبتصدر، الدوله بتصدرها، ولكن بيبقى المشتري اوقات كتير عشان مش عارف او مش فاهم الموضوع ده فما بيسالش عنها. يعني حقه يسال عنها ويطلع عليها. طبعا لازم يطلع عنها. خد بالك حضرتك تقريبا كمان القانون في مصر بيقول ان ممنوع اي شركه تعلن عن مشروعها قبل ما يبقى معاها قرار وزاري ليها. فده مهم جدا ان كل مشتري عنده النيه انه يشوف الكلام ده الاول، يطلع عليه. انت كمسوق عقاري لناس كتير، عندك بوكيه واسع جدا من الناس، ايه اكتر حاجات بتتمنى تشوفها كخدمات مساعده لمحاولاتك المستمره في الترويج خارج مصر؟ احنا بنحاول دايما من المطورين يعني المره دي مش من الدوله. لا هي خدي بالك حضرتك المنظومه كلها مش هينفع المطور لوحده يعملها ولا الدوله لوحدها تعملها. بالعكس المطور بيستفيد والدوله بتستفيد، فلازم كله يحط ايده في ايد بعضه. ونتمنى ان احنا نشوف شكل ترويجي لمصر بطريقه كامله بتوضح كل الصوره الكبيره البيك بيكتشر اللي احنا شايفينها حاليا في مصر من مشروعات قوميه ومشروعات بنيه تحتيه ومشروعات تطوير عمراني. محتاجين ان كل ده يتحط في فريم واحد علشان نقدر نسوق له بشكل مظبوط. نورتنا دكتور باسم. انا بشكر حضرتك جدا جدا، وليا الشرف النهارده ان اكون في شغل عالي. انا بشكرك، ويعني دايما من نجاح لنجاح. انت واحد من المشجعين دائما كمان، فبشكرك شكرا جزيلا، وشكرا لانك انت فعلا على الارض بتعمل شغل عالي وبتساهم في الترويج لمصر وفي دعم الاقتصاد المصري. انا بشكرك. في كل مهنة وتخصص هيفضل فيه أنواع من الناس، منهم المتخصصين اللي بيقدموا الخدمة من الألف إلى الياء بشكل جيد وكامل، ودول اللي بيحسنوا سمعة القطاع كله، ومنهم طبعاً اللي بيكون سبب في العكس. إحنا عنينا على الناس اللي بتعمل شغل عالي.